الحمد لله. خلاص رمضان على الابواب. ابغى اشتري ملابس رمضان. ماما اشتريتي عشينة السمبوسة؟ ايوه صح السمبوسة. كانت شوكولاتة. لا تفوت علي يا عيال، ما بحتاج رمضان على سريع. رمضان جاي. نعم. معليش انا سمعتكم وانا بعدي من بيتكم، عندي لكم حل. ايش هو؟ ايش الحرف اللي يجي بعد الميم؟ نون. احسنت، في نون اقسام لكل الاذواق والاعمار. يبيع عجينة سامبوسة؟ ايوه يبيع تقريبا كل شيء تحتاجه وتطلب وانت مرتاح من البيت، وتقدر تدفع بطرق متعددة. بس كيف الاسعار؟ معقولة جدا، واخذ كمان هذا الكود خصم اضافي 5%. ممتاز، تعال. يا جماعة هذا ما أعرف اسمه لكن عنده حل. نون. كل احتياجات رمضان في نون، ولا تنسوا كود الخصم على منتجات نون إكسبرس. مشيع كذا أحسن كثير. لا إلا أحسن كثير والله. لا يلا كل واحد ياخذ باسكت. ليش؟ في بيض مخفي حول حديقة لازم دور عليها. يلا اكس 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 زيرو. يوسف لقاني. هذا مو بيض انس، هذا مو بيض. اخذ كورة انس. انا يوسف تعال هنا. لقى واحدة هنا. او ماي جاد. اوه طيب طيحت بيضة. وايد هناك شكرا. طيحت بيضك. خلي يوسف عشان صغير خليه. لقيت كل البيض؟ مين جمع اكثر شيء؟ اعتقد انا. واو انس جاب مره كثير. انس جاب 7 وحتى ايمان ويوسف بس جاب 4. اه يوسف خذ واحده من عندي. شكرا. شاطر ايمان. وانت انس؟ لا شكرا. شاطر حبيبي. فتحوا البيض خلينا نشوف ايش جالهم. هذه شوكولاتات انس، هذه شوكولاتات ايمان، وهذه شوكولاتات يوسف. بس يبغى يبدل بعد الشوكولاتات. انا زعلان شوي عشان ما يحب الشوكولاته البيضاء. ها اخذ ثلاثه منهم. جت لك 3 من هذه كلها. مصرين انهم ياكلوا الشوكولاته دحين. مين بسياره؟ ايش وقت تخاف كل الالعاب. يلا نبي بحط هذا الاقلام هنا على اساس انها جات مع اللعبه، لكن فعليا هذه اقلام ما نجرب نلعب هذه اللعبة. فيها كثير ألعاب مختلفة جوا. حق بكارت تبان الصورة لازم ترسموها قبل ما يخلص الوقت، وأحسن رسمة تفوز. جو. اترك يدي يوسف. شوف شو يسوي، يبي يمسك يده. ما أدري ليش أنس قرر يعبر هذه الأحجار بالعربية من أول. إيش الرقصة هذه اسمها؟ جاهز أنت لعب هذه. ضربت الحريم هذيك. شو كيف شكلها؟ شو كيف شكلها؟ 1 2 3. انتبهي مسك رجلك. ايمان تبي تعذر. جاد يقول لا لا. بنتمشى هنا وقت غروب الشمس. ايمان تحكي لي قصص من ايام مدرستها. وحشتها المدرسة. ايوه. جاد ما انت شايف الفوضى اللي بتسويه هنا مع اللبن؟ ما انت شايف؟ شوف ايش سوى، حط اللبن كله هنا جوا. ليش كذا يا جاد؟ والله ما شفته. خلاص كبيته كله هناك. هو يبي كبه جوا في العلبه عشان يشربها. خلاص ما يبي. والله العنكبوت بيفتح الباب من حاله. شوف قوي. انت بدرسك؟ ما انت خايف من العنكبوت؟ لا. وين بدرس العنكبوت؟ خلاص خلاص. ايش بتسوي يا ها؟ جاد يقلد يوسف دحين. مره متحمسه لانها اشترت سكيت. هي بالحاله فجاه تبغى تجرب سكيت. انا زعلان لانه خرج برا وبلبس هذه لكن ما فيها بطاريه. ليه ما شحنتها؟ ليه ما شحنتها؟ ما شاء الله. اوف هاي فايف. جاد بيلعب هنا مع امه، ويوسف هنا على سكوتر، وانس على الدراجه. اشرب الشاي، اعطيه الشاي. بياكل بسكوت دحين. جاد للتو صحي ومره زعلان عشان انس على البلاي ستيشن يبي يتفرج تلفزيون. تي في؟ يبغى التلفزيون انس. انس
اوه انس هو دوره، هو دائما يتفرج على الصباح. اوه هو عادة يتفرج على التلفزيون ويصحى. لا اوه حبيبي انس، انت بدك تلعب على اللابتوب والايباد. شوف راح اجيب الريموت. خلاص مبسوط هابي بابا قاعد يزم يوسف بابا. ليش لابسه شراري مختلف عن بعض؟ عشان ماك ما كنت لاقي. ما انت بحصلها؟ ربيع جاء ها؟ ايوه. كان يتكلم عن النحل ومن جد خاف. البجعة بتلحق ورا هذيك الوزة. شو شو شو؟ ايمان زعلانة عشان كانت تبغى تقعد في البيت وما تطلع. عشان هي تبغى تلعب روبلوكس. والله؟ ايوه. ايمان! ايمان! يوسف بيساعدني الحق وراها. ايمان دحين تيجي عشان ايس كريم ها؟ بابا شو كيف يزم يوسف؟ ما ادري ليش ايمان جالسه هناك لحالها. لا مو هذه هناك لحالها جالسه هناك. ليش جالسه هنا لحالك؟ لما تسمع امك؟ عشان هدوء؟ ايوه هدوء. لا 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 يقول غوريلا. يلا ايوه غوريلا. Excuse me, you're not allowed to climb on the gorilla. انا بدي احاول امسك يوسف. اوه رساله خاصه لبنت عمته بمناسبه يوم ميلادها. غوريلا happy birthday to you. تحكي مع مين يا بنت؟ بنانا في البيجاما. وايش بتسوي بعد الدرس في المدرسه اليوم؟ بعدين عايزك بعد دروس المدرسة ايش بتسوي بعد دروس المدرسة؟ اسوي واجب. ايمان ليش ما تحبي اخوانك الصغار يجي الغرفة؟ شوف الكركبة. الكيكة؟ شوف الكركبة عشان هم اللي سووا هذا الكركبة؟ ايوه شوف هذا. حطوا كل ملابسي. هم اللي سووا كذا ولا انت؟ لا هم. مين سوى كذا يا يوسف؟ هذا. جاد كسر هذا. جاد كسر الدرج؟ ايوه اليوم هو كسر. وبيلعب في اللمبة دحين. خليهم يلعبوا في غرفتك، هم يحبوا غرفتك. انا بقرا. ها انت بقرا؟ ابغى اقرا. ايمان بس تبغى تجلس هنا تريح، لكن اخوانها ما بيخلوا لسيبوا. خلاص سيبوا ايمان، هي بس تبغى تقعد لحالها هنا صح؟ ما خافوا ما خافوا. مو خايفين ايمان، ايمان بتحاول تخوفهم عشان يخرجوا. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا هذا الكود الخصم على منتجات نون اكسبرس. نحن احتاج اصفار. طيب بطلعك برا، في اصفار في الحديقة اللي ورايا فمنحرجة شوية. الجيران كلهم يشوفوك.